خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية بدأ يلوح في الأفق، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوى الرادعة بدأت في وضعية الاستعداد للقتال. ماذا نعرف عن الأسلحة النووية التكتيكية وما الفرق بينها وبين الاستراتيجية؟ الأسلحة النووية التكتيكية صغيرة الحجم وصممت للاستخدام على بعد مسافات قصيرة نسبياً وبصورة مباشرة في أرض المعركة ضد القوى المعادية. تمتلك قوة انفجار هائلة مقارنة بالأسلحة التقليدية، وكانت من أكثر الأسلحة النووية مخزوناً خلال الحرب الباردة. يتم وضعها على أنواع مختلفة من الصواريخ، ويمكن إطلاقها كقذائف مدفعية في الميدان. أبرز أنواعها صاروخ أرض جو أو جو جو، ويصل حجم أصغرها إلى كيلو طن واحد أو أقل، ما يعادل 1000 طن من مادة التي أن تي. أما حجم أكبرها قد يصل إلى نحو 15 كيلو طنا، مع قدرة اختراق لأي تحصينات تحت الأرض. تختلف الأسلحة النووية التكتيكية عن الاستراتيجية كون الأخيرة تستخدم في مناطق مستقرة بعيدة من ساحة المعركة. أول سلاح نووي استراتيجي استخدم في الحرب العالمية الثانية على مدينة هيروشيما اليابانية، وأدى إلى مقتل 300,000 شخص. لتلقى قنبلة ثانية على مدينة ناكازاكي بعدها بثلاثة أيام، وتسفر عن مقتل 200,000 شخص آخرين. تعتبر الاستخبارات الأمريكية أن لروسيا نظرية، وهي التصعيد من أجل خفض التصعيد، والتلويح باستخدام هذه الأسلحة ليس سوى إشارة للغرب لعدم التدخل أكثر في أوكرانيا، لا علامة لانطلاق حرب نووية جديدة.